مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في قناة البلاد على الحدث، الحدث الذي يتابع المستجدات الطارئة في الجزائر، في جزائر الحراك، المستجدات الطارئة على مستويات عدة، على مستوى المحاكم، على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى حزبي خليني نقول سلطة قديما يعني الأفلان والأرندي، على مستوى الحراك كذلك، يعني قضايا مختلفة تتسارع وتتجدد من ساعة إلى ساعة وربما أقل من ساعة. إذن هذه المواضيع وغيرها رايحين يعني نناقشوها رفقة أساتذة كرام أسعد باستضافتهم عندنا في البلاد. وبداية راح نرحب بالبروفيسور أحمد بردوان، طبيب وأكاديمي، وأكتفي بهذا القدر هذا، وقد ما أقول عليك قليل سي بردوان. مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك، وأول مرة عندنا في البلاد. نعم، ولكن ليس أول مرة مع محمد سلطاني. لا، ثاني مرة مع محمد سلطان. ولكن أول مرة في البلاد، ونتمنى ألا تكون الأخيرة، لأننا نريد أن نستفيد من حنكتكم ومن خبراتكم ومن علمكم، ونمنح كذلك للمشاهد الكريم فرصة الاستماع لغير ضيوفنا الذين يتداولون على البلاطو في كل مرة، نزولا عند رغبة الكثير من الجزائريين الذين يراسلوننا ويطلبون منا أن يسمعوا أصوات أخرى ليس ملا من الأصوات التي دارية تجي للبلاد وهي مشكورة، ولكن لنفسح المجال لغير هؤلاء. كما أسعد بالترحيب بالأستاذ فريد محروق، ناشط سياسي، ونكتفي بهكذا ولا أكتفي. تكفي. مرحبا بك سي فريد، انت اول مره كذلك تحضر معنا. شكرا. مرحبا. انت شاب تعيش الحراك يعني. طبعا احنا عشنا من المراحل يعني من التسعينات ورواح حتى الحراك الاخير ان شاء الله. سي فريد تبان اصغر من انك عشت التسعينات يعني. عشتها، وشاركنا في الحوار كما كلمت لك من قبل مع السيد لامين زروه، شاركنا في ندوه الوفاق الوطني 96 وما زلت نذكرها كما اليوم يعني. كنت بالك اصغر مشارك، بالك 25 سنه الوقت هذا. يعني الان المشاهد الكريم لما يشوفك سي فريد يقول السيد هذا شعره شيب ما كاش في راسه. وعاش تسعينيات القرن الماضي، يعني انت تعرف ما وقع في تسعينيات القرن الماضي. طبعا عشنا فاليوم عندك نظره مغايره للحراك. طب ان شاء الله راح نطرحوا. نعم، شكرا. مرحبا بك سي فريد. اذا كان تكرمت نبدا بالاستاذ محمد بردوان. أستاذ، اليوم نحن نتكلم عن الحراك، ولكن قل منا من يتكلم ما بعد الحراك. خليني نبدأ في الحراك إذا تكرمت. كيف تقرأ هذه الحركة هذه اللي وقعت في الجزائر؟ يعني كان اللي يقول ثورة، كان اللي يقول حركة، كان اللي يقول انتفاضة، كان اللي يقول حراك، كان اللي يقول كل واحد كيفاش يسميها. ربما نقول لا مشاحة في الاصطلاح هذا من حيث المبنى. نعم. ولكن في المعنى ربما واحد كيما انت هكذا خبرتك وتجربتك وعلمك الله يبارك تقدر تعطينا قراءه مغايره تماما. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. ربما جوابي يبدا من حادثه في المجلس الدستوري قبل 15 سنه. نعم. زرت رئيسها وطلبت منه، قلت له قبل منتصف النهار المطلوب منك توقف سيارتك امام اي ثانويه من ثانويات العاصمه ما دام المركز تاع المجلس الدستوري في العاصمه، وانظر الى هذا الشباب ما بين 13 14 سنه الى 17 18 سنه بعد 10 سنين، والان مضت 15 سنه على يصبحوا كهود نساء ورجال يحتاجون الى عمل، يحتاجون الى مجالات عده لإبراز قدراتهم وذاتهم إلى غير ذلك. ماذا أعددنا لهم؟ نعم. لأن 10 سنين 15 سنة هي فترة زمنية قصيرة بالنسبة لعمر الأمم، وإن كانت طويلة بالنسبة للأشخاص. أرى بأن الحراك الذي نعيشه اليوم هو نتيجة طبيعية لتراكمات عدة ربما سيء لتقديرها من طرف أناس كانوا مكلفين بأن تكون عندهم نظرة شاملة وعميقة لما يجري من حركات متعددة داخل المجتمع.
خاصة بأن اليوم على عكس ما عاشه أبائنا وأجدادنا رانا في اتصال دائم لحظة بلحظة لما يجري في العالم سواء من واقع أو من أفكار، فلا بد أن نكون نتماشى مع هذا لأبناء، لأن أبنائنا ليسوا أبناء زماننا وزمان أبائنا. فالحراك اليوم ممكن نصفه بالتسميات عدة، ولكن في الحقيقة هي نتيجة طبيعية لهذه التراكمات وهذا الشعور بأنهم حرموا من أمور طبيعية كان هي في متناول الجميع. لأن ما ننساوش باللي قبل 6 شهور الحديث في الجزائر ما كانش حول الحراك، كان حول الحرقة، وهذا الشباب اللي في مقتبل العمر يموت في البحار. نعم. يعني ماذا ينتظرون من وراء البحر؟ ما هي هذه الجنة؟ فكنا نسمع أصوات مختلفة، ولكن في الحقيقة كل شاب كان في تصوره أنه يجد فرص سواء كان في العمل أو في المعيشة أو في الدراسة إلى غير ذلك أحسن مما يعيشه في بلده. فلم نعطي لهم الجواب الشافي والكافي حتى يبقوا في أمكانياتهم كما بقي من كان قبلهم في الأجيال الماضية، فدخلوا غمار هذا البحار ومات الكثير منهم. إذن هذا الحراك هو مرحلة طبيعية كما يمر عليها الإنسان في حياته، يكون صبي ويصلح في المراهقة، فما نطلبش من المراهق يبقى يتصرف تصرف الصبيان. فاليوم هذا الشباب صفة عامة لأنه هو المكون الرئيسي في الحراك والمكون الرئيسي في المجتمع الجزائري، يقولوا 70% إلى غير ذلك. فطبيعي أنهم يطمحون ولا يلامون على ذلك، حقهم يعني حقهم. يطمحون إلى معيشة أحسن تكون على نفس المستوى ونفس الشكل لما يرونه في التلفاز أو يقرؤون عنه في الصحف والمجلات إلى غير ذلك. كيف يتم ذلك؟ فأبهرونا. نعم. ربما قبل شهرين ما كنا ننتظر أن هذا الحراك يتم بهذه الطريقة الحضرية السلمية. نعم. العفوية المنظمة إلى غير ذلك، فأبهرونا كأننا اكتشفنا في أبنائنا وأحفادنا وذوينا وأقاربنا وجيراننا وحتى تلاميذنا اكتشفنا شخصيات ما كنا نظن، كنا نظنهم بأنهم ربما فيهم عنف وفيهم تشرد إلى غير ذلك. فاكتشفنا هذا معناه بأن كثير من المعطيات كانت على خطأ، والقراءات التي كانت حتى في الجامعات وفي المراكز تاع البحوث لتدرس هذه الأمور كانت مخطئة إلى حد كبير في دراسة المجتمع الجزائري ودراسة الشاب الجزائري. فإذا إذا أردنا اليوم أن هذا الحراك، ورح نتكلم فيما بعد المستقبل تاعو يتم بنفس الطريقة السلمية والحضارية إلى غير ذلك، نجدد قراءتنا للمجتمع، نجد قراءتنا لشبابنا، ونوضع أنفسنا على مستوى طموحاتهم. أستاذ فريد استسمحك ثانيتين. أستاذ برضوان، أنت قلت بأنه باش الحراك هذا يوصل إلى مداه ويخرج سلامات والجزائر تخرج سلامات علينا أن نعيد القراءة، بمعنى أنك هنا أراك تدق ناقوس الخطر. يا أيها الذي أخطأت في قراءة المجتمع الجزائري في أول مرة ولعشرين سنة وقبل 20 سنة، حذاري أن تخطئ في قراءة الحراك. هذا هو اللي فهمته، هل صحيح ولا غير صحيح؟ لا، لازم كل مسؤول على أي كان مسؤوليته تكون مسؤوليته يجدد قراءته للحراك ويجدد قراءته للمجتمع الجزائري ويجدد قراءته خاصة للشباب الجزائري، ويثبت بالمواقف التي كانت ربما صريحة في عهد ما وكانت لها حق في عهد ما. أما اليوم مثل ما تصرف مع ابنك، وصل 20 سنة 25 سنة، إما تصنع منه رجل مسؤول ويتحمل مسؤوليته في جميع مجالات الحياة، أو تصنع منه شخص منكسر الإرادة يتبع ما تمليه عليه من نمط حياة ولا تنتظر منه أي خير في المستقبل. نعم، مفهوم. أستاذ فريد نفس الشيء، أعطينا قراءتك لهذا الحراك. أنت اليوم شاب
ماشي كيما حنا كبرنا شويه نو سي برضوان هكذا كبرنا شويه لانه انا شعري شايب شويه كذلك سي فريد. عطينا قراءتك للحراك وانت اللي قلت بانه انا عايش تسعينيات القرن الماضي واليوم اعيش حراكا جزائريا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر قناه البلاد على الاستضافه ونحييها على التغطيه الاحترافيه للحراك في الاونه الاخيره. بداية أنا ننطلق من قبل الحراك، يعني وش اللي وصلنا لهذا الانحراك وهذا الطورة البيضاء ولا كل واحد كيفاش راه يسميها. يعني احنا قبل الحراك الجزائر كانت تعيش يعني في وضع سياسي يعني غامض ومزري، تسببت فيه أمور يعني الأحزاب السياسية أحزاب الولاء وممكن حتى الأحزاب اللي تدعي المعارضة كانت سبب رئيس يعني، وهذا انعكس على الشباب الإقلاع وعلى الممارسة السياسية اليوم، لأن يعني الشباب اليوم أصبح يعني كل ما يشوف حزب سياسي ولا يكلمه باش ينضم لهذا الحزب إلا وعنده خلفية على الممارسات، يعني الممارسات هذيك تراكمات هذيك. وزادت جاتنا هذه الانتخابات الرئاسية، وأنا بالنسبة لي شباب الحراك هذو دفعوا إليه دفعا، يعني كل ما كان يعني قضايا الاجتماعية ولا السياسية ولا يعني هي كلها دفعت بالشباب لهذه الثورة البيضاء، نسميها ثورة بيضاء ما نسميهاش الحراك. معلش يعني تراكمات، يعني الشباب كان يحرق كما كلمنا الدكتور، كان في الحرقة يقول لك ياكلني البحر وما نبقاش في هذه البلاد. زادوا يعني بعض الاستفزازات تاع السياسيين، يعني كاين حتى اللي حمل الشباب الحرقة تاع الشباب لعدم التربية تاع الآباء وكذا وحب يضربوا الأسرة الجزائرية. كاين أمور كثيرة تراكمت، وهاد التراكمات زاد تبعتها هاد الحادث تاع الرئاسيات. يعني لما جاء الحادث تاع الرئاسيات يعني الشعب كان في حالة انفجار، يعني بعدين يعني لما أصبح رسميا ترشح السيد فخر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا كأنه يعني واحد شعل الديناميت، يعني هذا الشيء هو بالنسبة لي هو اللي فجر هذه الثورة البيضاء. ولكن أستاذ فريد سامحني، ولكن في النهاية مانيش عارف إذا كان هذا الحراك هذا هو بمثابة المناعة في جسم اسمه الجزائر تحرك لإنقاذ دولة من التفسخ. يعني أنت أستاذ برضوان شاركت في مشاورة 2011 اللي كان قادها بن صالح اللي راه الآن اليوم وزير أو رئيس دولة. طيب علاش المشاورة هذه لم تؤتي أكلها؟ على لماذا؟ دوك نجي لك أستاذ فريد. شوف هو كاين أمور أو عيوب لازم نعترف بها موجودة في مجتمعنا ولازم نتجاوزها. نعم. أولا هذه فكرة الصراع ما بين الطبقات أو الصراع ما بين الأجيال أو الصراع ما بين النظام القديم والنظام الجديد لازم تكون فكرة التكامل من ناحية الحضارية، يعني نبني على ما بني في الماضي وننزع الأمور وهي كثيرة معترف بها بأنها كانت سيئة أو سلبية أو انحرافات إلى غير ذلك، فحتى لا يتشبت أو تشبت جماعة هي كانت في السلطة وما زال كثير من فروحها في السلطة وتقول هذا الشباب وهذا الحراك وهذا الجماعة اللي جاية من الشعب فيها خطر بالنسبة إلي ومستقبلي. لا، هو الأستاذ المحنك في الجامعة مثلا لما يشوف تلاميذه يفوقوه حتى في العلم وفي القدرات هذا يزيد يسعده لأنهم رمي تموا ما صنع ويفوقوا ما ذلك، وهذا أمر طبيعي لأن ظروفهم وإمكانياتهم اليوم تفتح لهم ربما مجالات ما كانت متاحة للجيل أو الجيلين اللي سبقونا. فإذا تجاوزنا هذا التشبث للبعض لأنه متخوف لازم نكون متفائلين، والحراك هذا أعطى صورة إيجابية وصورة مشرقة لإمكانات الشباب الجزائري. إذا كان في وسط الشوارع وهم بمئات الألوف ينتظمون على النمط الذي رأيناه، فكيف لا ينتظمون
مع الظروف المحاطة بهم وهم في المسؤوليات المختلفة. لازم نحيو هذا، لأن هذا التخوف أو جزء من مشاكلنا جاي بأن كل جماعة في مكانها سواء كان جهوي أو لغوي أو حضري أو إيديولوجي أو كذا تخاف من غيرها، وفي لابد تكون فيه تكامل، لأن البلدان التي استطاعت أن تتقدم في أمورها أو في حياتها هي التي تعاونت، لأن اليوم الحياة تتطلب تضافر الجهود. نعطيك مثال بسيط، ربما جيت أو والدينا أو جددنا كان إذا كان واحد يخدم في العائلة ينجم يتكفل بعشرة 15 20 واحد، اليوم ربما الزوج والزوجة يشتغلوا وربما واحد من الأبناء يشتغل ويربي يوصلوا إلى حد أدنى من المعيشة المتوسطة. اليوم أمام المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية إلى غير، إذا ما كانش تضافر وباش تكون تضافر الجهود لازم نتقوا في بعضنا بعض، كاين حد أدنى وما نكونوش إقصائيين، لأن عشنا هذا المرحلة كاين جماعة كانت ترى بأن الحركة مثلا الإسلامية لابد أن تقصى من الواجهة في البلاد، وشافوا بعد 20 سنة بأن ما وصلوا إلى أي نتيجة، لأنهم عنصر أساسي في المجتمع وموجود في المجتمع وحاضر في المجتمع وفعال في المجتمع، لابد يشاركوا في بناء هذه الدولة هذه. فإذا ولكن في نفس الوقت أستاذ رضوان، عشنا وقت وين الحركة الإسلامية كانت تقول لغيرها من الجزائريين اللي ما عجبوش الحال يلف الباسبور تاعه ويقلع، هذا هو صواب ولا ما كاين هذا الكلام هذا؟ لا، وإن كان يعني هذه كما يقولوا سامحني أستاذ معذرة، الناس هذوما ولو كانوا تكلموا في عامة الناس وتكلموا ورفعوا صوت وتكلموا باسم الحركة الإسلامية هذه، ولكنهما في الحق نشاز يعني سي دي فوس نوت، ولكن كانت موجودة. شوف أنا متذكر في مجلس الحكومة في 91 كنت وزير أنا ذاك، نعم. يجيبوا لي بعض الناس ليس لهم عداء ضد الإسلاميين ولا الحركة الإسلامية ولا المستقبل لبلاد إسلامية غير ذلك، يقولوا سمعنا في المسجد الفلاني من ولاية تيارات يقولوا بعد انتصارنا في الانتخابات نقيم محاكم شعبية ونقضي من حياة هؤلاء الناس، وهذا كان خطأ. نعم. مش خطأ تكتيكي وش خطأ استراتيجي، قال بعد حين يعني يفعلون هذا الشيء، فلابد إذن أننا اليوم نتحاور مع الكل. نعم. ونوصل إلى حد أدنى بأن لا نقصي أحدا، وكل واحد ينجم يشارك بقدراته وأفكاره واتجاهه لبناء هذا المجتمع، ونحيو هذا الفكرة على الصراع الداخلي، لأنها خي خلتنا متخلفين، هذا قبيلي وهذا عربي وهذا الشاوي وهذا الترقي وهذا درس على الجامعات الفرنسوية وهذا درس على الجامعات الشرقية إلى غير ذلك، فلكل قدراته الذاتية حتى يشارك في بناء هذه الدولة. ثم عندنا مرض ثاني في المجتمع ربما عنده أسباب تاريخية، وهو عندنا نظرة متشائمة. أنا نشوف كيما أنتم مراكم في الفيسبوك في وسائل الاتصال الاجتماعي لا ينجو أي أحد من الانتقادات اللاذعة، كأننا في الجزائر ليسنا فينا رجل رشيد واحد، ما كاينش واحد فينا صالح الى غير ذلك، فلازم تكون عندنا نظره اخرى. هؤلاء في الغرب ولا في الشرق الى غير ذلك صنعوا ما صنعوا في اليابان وفي المانيا، ظنوا بانهم صنعوا برجال مثاليين جاءوا من المريخ ولا جاءوا من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجال فيهم السلبي وفيهم الايجابي الى غير ذلك، ولكن احنا نشوفوا المصلحه العامه ونشوفوا الحد الادنى. احنا ما راش نقولوا نجيبوا ناس طالحين الى غير ذلك، يعني في حد ادنى وكاين معطيات. خلينا أنا خريف كاين ناس تغيروا لأنه شافوا المجتمع الجزائري، شافوا هذا الحراك، شافوا المطالب الشعبية، ربما كان اعترفوا باللي كان عندهم موقف أو أراء كانت على خطأ فتراجعوا بعد حين. يعني الإنسان معليش الإنسان مش عيب الإنسان يتراجع عن اختياراته الأولى اللي كانت على خطأ، الصواب لابد أن يتبع. بمعنى أستاذ رضوان حاب تقول بأنه خلونا من هذه المحاكمات التاريخية في الحاضر، نجبد لك أنا محاكمات وقعت في الماضي ونحاكمك بها الآن في الحاضر. كل حال كلامك مفهوم جيدا،
أستاذ فريد، وإن كان أستاذ برلوان سقسيت على سؤال وجاوبني على سؤال معليش، ولكن نظن بأنه إجابته كانت أقوى من سؤالي وهذا اعتراف. أستاذ فريد، الكلام اللي كان يقول فيه الأستاذ برضوان يقول بأنه الشيء اللي فهمته أنا أننا الحد الأدنى الذي يجمعنا كجزائريين هو المواطنة، هذا على المستوى الأفقي. الآن المستوى العمودي، هل المواطنة هذه التي تجمعنا أو ما الذي يستطيع أن يجمعنا على المستوى العمودي؟ يعني لما نتكلم على المسؤول الأول الآن في البلاد ونجي هابط معلش، احنا كي نتكلم يعني باش نروحوا للجوهر المشكله، احنا المشكله الاولى في الجزائريه هي مشكله النظام السياسي اللي راه يحكمنا. نعم، احنا يحكمنا نظام سياسي تقريبا نقولوا درك حاليا احنا لما نشوفوا الدستور، الصلاحيات الدستوريه اللي منوحه الرئيس الجمهوريه، نعم، والفساد اللي موجود في الاحزاب تاع السلطه والتدمر اللي موجود في الحالة الاجتماعية وكذلك استهداف الأسرة، هذا التراكمات كل هي اللي قاعدة تشنج في الوضع، يعني هي اللي تشنج في الوضع. احنا ما عندنا صراعات ايديولوجية يعني كما بعض الدول، يعني احنا الجزائريين ما يحكمهم بيان اول نوفمبر. لا فريد، كاين صراعات فيها ولكن مش بنفس الحدة، مش بنفس الحدة يعني. نعم معك، مش بنفس الحدة ولكن كاين صراعات. يا أستاذ، هل تعرف ماذا وقع اليوم في جامعة تيزي وزو؟ هل تعرف ماذا وقع؟ أنا نحش ما نقول وش وقع في جامعة تيزي وزو. صراعات إيديولوجية موجودة، والقابلية كما يقولوا سامحني نستعمل عبارة للاستحمار الإيديولوجي موجود عندنا احنا كجزائريين، ولكن ما عندناش صراعات طائفية طبعا. شوف، احنا لازم نحافظوا، بالنسبة لي الحراك هذا راهو طمرة تاع نضالات، وراهو كاين امور دفعت يعني تراكمات مشاكل تاع 20 سنة وتراكمات عدة هي اللي استطاعت اليوم باش تفرز هذا الحراك. احنا ماذا بينا نتفاداو كل لا 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 كل حاجة تعكر هذا الحراك، ونتفقوا على بناء جزائر المستقبل، وبناء جزائر المستقبل تبنى بكل أبنائها، يعني بكل أبنائها وبكل سواعد أبنائها، وخاصة فئة الشباب. الشباب هذا الذي غيب، يعني غيب. احنا درك هنا في داخلين في 50 سنة تقريب، كنا في الجامعة قوة كبيرة تاع الشباب وكانت نشاط وحراك. يعني لما نسأل درك حتى على الناس اللي درسوا معنا في الوقت هذاك، تلقى بالك احسن واحد فيهم بلغ رئيس مصلحه في ولايه. يعني كاين اقصاء، كاين اقصاء. هذا الاقصاء هو اللي شكل هذا التشنج، وهو اللي قاعد يعرقل في البلاد باش تمشي للتنميه حقيقيه. وزيد على ذلك، احنا لو ناخذ يعني باسباب الاصلاح، احنا اصلاح النظام السياسي هو الاساس يعني، وبعدين تجي قضيه النظره الاقتصاديه، وبعد تجي قضيه تاثير المجتمع وكذا، هي اللي راهي شكلت لنا عائق يعني امام البلد باش ينطلق. استاذ فريد، انا منذ قليل سالت الاستاذ برضوان، قلت له انت شاركت في يعني مشاورات بن صالح، ولكن في النهايه مشاوره بن صالح لم تؤتي ثمارها. احنا الوقت هذا كنا في مازافرون، كنا في مازافرون واحد يعني. نعم. والوقت هذاك وجهنا نداء قوي يعني العهده الرابعه، قلنا لهم باللي البلاد راهي في خطر. نعم. وممكن غدوه البترول يتراجع وتحصلوا حتى باش تخلصوا الخدامين، ونحن في وصلنا لها، ولكن لا حياه لمن تنادي الوقت هذاك، واتهمونا بالخيانه والعمل للخارج وكذا. وكان الوقت هذاك يعني هذاك هو الوقت المناسب، يعني ما نحكيوش احنا على تقصير الدستور في 2008 وفتح العهدات، هذا كان منعرج خطير. ولكن في 2014 حبينا نتداركوا الامر هذا، ودرنا ارضيه اول مره تجتمع المعارضه عليها، وكانت قابله للتطبيق، وقلنا معليش نتفاوضوا مع السلطه. ولكن استاذ فريد، هل بيان الجيش سمى عصابه كانت تحكم، سامحني، وعصابة سرقت ختم الجمهورية يعني، طبعاً غير الدستورية، القوى غير الدستورية. نعم، هل ما تشوفش بأنه الإشكالية هذه اللي ما لازمش نوقع فيها في المستقبل، وهو أنه الذي يأتي يكون نزيل المرادية أو نزيل زيغود يوسف
أو نزيل يعني البرلمان أو نزيل أي مكان، لابد أن لا يخصص المكان. إحنا المشكل اللي وقع في الجزائر هو أن رئيس الجمهورية نحبه ولا نكرهه خصص رئاسة الجمهورية. طبعاً. والله في هذه ذكرتني أنا، شوف 2008 لما جاءوا باش يعدلوا الدستور ويفتحوا العهدات، كانوا اتصلوا الأجهزة، بعثوا ناس هكذا، اتصل بي واحد من الأجهزة تاع الدولة هكذا حب يفهم، قال لك حنا السيد رئيس الجمهورية وعنده مشاريع ضخمة وهذا وين نبدا وما كفاتوش باش يكمل لازم. قلت له يا أخي الكريم، قلت له الجزائر مش راهي ولادة، ماهيش عاقرة الجزائر. نعم. قلت له أي واحد قادر يمارس مهنة رئيس الجمهورية، قلت له مشي ونبنيوا المؤسسة ونحافظوا على الدوله ونحترموا القانون. والوقت هذاك عطيته مثال، قلت له هاو ساركوزي في فرنسا راهو يعني حتى شخصيته واموره كذا والانحراف تاعو كلش، وراهو ماشي جمهوريه كيما فرنسا لان فيه مؤسسات تحافظ على الدستور وتبني وكاين حدود وواحد ما يتجاوزها يعني رئيس الجمهوريه هذا راح يكون بدور يعني ماهوش حاجه اللي بالضخامه اللي يحكي عليها والتنميه وكذا. اما فيما يخص بيان الجيش تاع 2 افريل، انا قلت لهم الوقت هذاك انه الحراك الشعبي حرر المؤسسات وحرر الجيش وحرر كل النقابات والاحزاب، ولكن في هذاك الدفع هذاك البيان تاع الجيش اللي سمى العصابه والقوى الغير الدستوريه التي استولت على السلطة وحكى على تجاوزات والعمالة والخيانة، قلت لهم هذا الخطاب تاع الجيش راح يزيد يحرر الحراك، يعني راه هو اللي زاد أعطى له الدفع. صحيح. زاد أعطى الدفع للحراك الشعبي في أعطى الدعم. والبيان الأخير هذا اللي تكلم على تفعيل الحلول الممكنة راه طرح المبادرات، يعني درك أي واحد عنده مبادرة. فريد، قبل ما نشوفوا الحلول الممكنة نديروا فاصل إذا كنت تكرمت. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا النقاش رفقة الأستاذ محمد بن رضوان بروفيسور وطبيب أكاديمي والأستاذ فريد محروق ناشط سياسي. كنا نتكلم على الأستاذ فريد كان يتكلم عن الحلول في المستقبل، ولكن قبل ما نولي عند الأستاذ فريد نحب نتكلم إذا كان تكرم مع الأستاذ بن رضوان على الحلول. أستاذ اليوم أنا واش فهمت من كلامك منذ حتى الأسئلة اللي ما حبيش تجاوبني عليهم أنه حلها اليوم في الجزائر هو المواطنة واحد أن كونترا دو سيتوينتي هو اللي يجمعنا، هذا على المستوى الأفقي أستاذ، ولكن على المستوى العمودي كيفاش تتصور أنت الحلول السياسية لهذه المرحلة هذه الحرجة؟ يعني هو حقيقة نمر على مرحلة دقيقة جدا وتمتاز ربما مما تمتاز به عدم الثقة بأي كان بأي طرف كان، وتخوف، مش غير عدم الثقة، تخوف إن وصل فلان أو فلتان أو الجماعة الفلانية إلى السلطة بأنها تبعد الآخرين وتذهب بالبلاد إلى أفق غير مضمونة، فلابد من جوز هذا حقيقة. الآن الدول الحديثة طيب قبل من هي هذا على المواطنة. سامحني يا أستاذ برضوان، في تقديرك أنت كمتابع وملاحظ للحراك المجتمعي، يعني أنت ملاحظ المجتمع، هل اليوم نقوله يعني في المستقبل القريب يعني بعد 6 أشهر 7 أشهر الإنسان اللي يجي يحكم الجزائريين هل يستطيع أن يفعل ما فعله بوتفليقة وجماعة بوتفليقة وغيره من الجزائريين؟ لانتهى كما قلنا في الأول، الآن الجيل والشباب والمجتمع تغير تماما، ما تقدرش ما يتقبل لا بوتفليقة لا أنماط. لا خلينا مش نسأل يتقبل، هل يقدر يدير في المستقبل؟ هذا ما رأيناه بعد شهرين الآن، ولازم نكونوا إيجابيين. هذا الشعب، هذا الجزء من الأمة، هذا عنده تاريخ
وعنده روافد، ولابد نكون إيجابيين، معنا بأن النظرات كل واحد منا في مجاله العقائدي واللغوي ولغير ذلك لابد يكون رافد إيجابي للنتيجة العامة، وهو تغيير المجتمع ونمط الحكم في المجتمع، نمط الاقتصاد، تسيير الأمور الجماعية. لازم نكون إيجابيين. إذا احنا ما بقاش نبقاو على النمط القديم اللي فيه إقصاء، قال هذا جيل كذا وهذا جيل كذا وهذا متخرج من كذا وهذا، إذا بقينا على هذا النمط راح نبقى في صراعات لا نهاية لها. طيب، ولكن أستاذ برضوان أنا سألتك سؤال دقيق جدا، ولا أقول أنه إجابتك ليست دقيقة، بمعنى أنه لو فيتور بريزيدون، الرئيس المقبل ولا اللي يحكم البلاد مستقبلا، هل يستطيع إذا أراد أن يتسلط على الجزائريين، ولا هو محكوم عليه أن يحكم مع الجزائريين؟ il doit composer avec son peuple. il doit composer avec son peuple. مليح. on peut pas faire autrement. نعطيك واحد الجواب ولكن في ميدان ثاني. سئلت قبل سنوات حول الحاكمية العامة بالنسبة للمرأة في الدول الحديثة. نعم. الجماعة يقول لك يا ودي الدولة اللي تحكمها امرأة رايحة لهلاك. نعم. ولكن الله عليه الملوك والسلاطين والرؤساء قبل قرنين كان عندهم صلاحيات لا نهاية لها، بل بالحياة والموت. نعم. اليوم الصلاحيات ما نتكلموش على فترة قصيرة 20 سنة في حياة الجزائر غير ذلك، فحقا كل مسؤول المسؤوليات تاعه وحرية تحركه يعني صغيرة جدا. فالرئيس الذي يأتي بعد هذا الحراك هذا، وهذا الذي نأمله، أولا يكون في خدمة الشعب. نعم. وطموحات الشعب. نعم. ويكون في استماع هذا الشعب، وربما إذا أخطأ كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى نذكر الناس بأن عندنا البعد التاريخي والإيديولوجي، إذا رأوا في هكذا يقول، إذا رأوا في عوجاجا، هل تظنون بأن الصحابة الأولين كانوا يرون يوم بيعة عمر رضي الله، بيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله وهو صاحبه في الغار وهو كذا، يروا فيه عوجاجا؟ ولكن إمكانيات في حياة البشر ما دام ليسوا بأنبياء ولا مرسلين عليهم السلام، كاين إمكانية الانحراف ولو بعد حين. وما تنساش بأن ممارسة السلطة تتأثر بالحاشية القريبة في كثير من الأحيان، إذا ما كانش ناس الصرحاء وصرحاء ويذكروا بالواجب إزاء الشعب، ربما ينحرف ولو بعد سنة وبعد 20 سنة إلى غيره. وكثير من الانحرافات التي رأيناها في التاريخ هي نتيجة تراكمات والحشية المقربة حتى تحافظ على امتيازاتها ومصالحها، هي التي دفعت بالرأس إلى الخطأ والأخطار. أنا نظن بأن أولا وشعر الكل في الكل هنا في الجزائر بأن الرئيس الذي يأتي بعد حين شهرين أو سنتين لا بد أن يكون مصغيا لشعبه، ولا بد أن يتمشى مع إرادة الشعب وطموحات الشعب، وليعلم بأن ما صنعه الشعب اليوم بعد 22 فبراير قد يكرره ولو بعد حين إذا رأوا نفس الاعوجاج في المستقبل. وحنا ما عندناش يعني واحد الصك يقول بأن لا اعوجاج في المستقبل. دول عظمى عرفت بعد حين اعوجاجا في حكامها، فلابد يبقى هذا الجسم حي، هذا الجسم حي. هذا نعطيكم مثال، احنا مثلا كل يعترف بأن في الإسلام ما كانش كنيسة، يا با كليرجيون إسلام، فالكل إذا رأى اعوجاجا، إذا رأى الإمام ينحرف عن القبلة، هل يصلي وراء الإمام وهو منحرف عن القبلة؟ يرده بالتي أحسن أو بالتي أخشن. نعم. فلابد المجتمع يبقى حي ويعلم بأن اليقظة لابد تبقى في المستقبل، وليعلم الطامحين في الحكم في المستقبل بأن لا طمع بالنسبة إليهم أن يبقوا على نفس النمر، يبقوا إذا جاءوا في الحكم هذا خلاص يودعوا النوم
ويودعوا الكسل ويودعوا الراحة ويودعوا إرادة الذات إلى غير ذلك، بل يكونوا على خاصة اليوم وسائل اليوم توصل كل الرسائل من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال، ونكون واحدة الدولة توصل كل الرسائل هذه اللي هو لمن يحكمها حتى يبقى على علم بما يجري في أقصى بلدية في الجزائر. خلاص هذاك تاع ديدوش مراد وساحة أوداع ونفق الكليات وكذا، الجزائر فيها عين صالح وفيها تيمون وفيها تنزاوتير وفيها الدشا ولكن حبيت نمرقنا رسالة الجماعات المختلفة اللي كانت في تاريخ الحديث عن الجزائر تناضل، فلتشوف هذا النضال تاعها هو جزء هو رافد من النضال الجماعي تاع المجتمع الجزائري بانها شاركت في هذا الهبه هذه شاركت في هذا الفطن هذا وما تشوفش روحها مقصيه بانها اذا دخلت في بوتقه الكل بانها راح تسمح، بل يعني نعطي مثال بصراحه في الجمعه الثانيه او الثالثه بعض النساء خرجنا في التظاهر هذه تاع الجمعة، فرأى البعض بأن في خطر، قال يا ودي هذا الجماعة بعد ما يوصلوا إلى جمهورية ثانية راح يطلبوا في واحد التغيير في الحالة المدنية في الحقوق الأسرية إلى غير ذلك، ما لم يتماشى مع ما كنا عليه منذ أجيال. لا، هذه قراءة خاطئة. احنا هذا الجماعة هذه حقيقة كانت مظالم فيما مضى لازم نعترف بها، ونعترف بأنها لابد من اجتهاد ولابد من عمل جاد حتى نرد الأمور إلى صوابها، وما نهمش أي كان حتى يبان من هو يعمل في صالح الوطن والمواطنة والكل، ومن يعمل كما يقال يعني غيد خارجية حتى يضمر هذا المجتمع ويضمر هذا البلاد إلى غير ذلك. فإذا حتى نحيو هذا الشحنة وهذا الشك وهذا الريب وهذا الانقسامات التي كانت ربما زيد تلعب فيها، وخاصة في المستقبل في الأفق القريب قال يا ودي كما رأينا في بعض البلدان العربية الإسلامية المجاورة لنا بعد ما وصلوا إلى ما كانوا يطمحون إليه من حرية عامة هكذا صرحوا في حيرة من أمرهم، هل يتبعون هذا الطريق؟ في عوض يشوفوا روحهم بأنهم متكاملين، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، والبشر هذا إذا ما كانش سواء كان سلطة أو معارضة أو في الفئات الاجتماعية، إذا ما كانش معارض لك ينبهك بأنك في اختياراتك الفلانية لم تراعي كذا وكذا، ربما تتمادى وتوصل إلى ما سواصل بعيدي. نعم. إن شاء الله جاوبتك. لا جاوبتني مليح أستاذ وفهمت مليح حتى الاجتهادات هذيك وكذاني فهمتها، وسأفتح معك في المستقبل إن شاء الله. ورشات حول هذا الموضوع، يعني انت اشرت الجماعة اللي في مينيست وكذا أي جماعة أخرى. حتى نكون صراحة نعطيك مثال في المجتمع المسلم، ويعرفوني الجماعة 40 سنة وأنا في هذا النظام، المجتمع المسلم لما كان الرجل يتحمل كل المسؤوليات الاجتماعية والإدارية إلى غير ذلك، بعض الحقوق اللي يتناولها من الشريعة الإسلامية كانت على حق، اليوم يتخلى الرجل حتى على واجباته داخل بيته ويطلب الامتيازات تبقى إليه ولا يتغير شيء، لازم إما ترجع إلى ما كنا إلى ما كان عليه أباءنا وأجدادنا من تحمل المسؤوليات كي يخبطوا في الباب على 12 تعديل ما يقول زوج حل يشوف شكون كان هو يفتح الباب. نعم. وإلا خليها تسقم تدي حقوقها. أستاذ فريد، الآن كيف تشوفت الحلول يعني للخروج من هذه البوتقة هذه؟ الآن رانا كما قلت منذ قليل في يعني منعرج، كان يقول خطير، كان طبعا يقول شوف وضع حرج. شوف احنا كما يقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يقول لك لا تأمن على الحي فتنة. نعم. الإنسان مادام راه حي لا تأمن عليه الفتنة، يقول لك إذا أردت أن تستتين فاستتين بالأموات. واحد اللي مات وخلى الأطر تاعو مليح تقدر ديرو قدوة ليك. نعم. أما الإنسان الحي عمرك ما ديرو قدوة ليك. حنا هذا الرئيس اللي راح يجي ما راحش يكون ملائكة، راهو بشر يصيب ويخطئ. نعم. احنا واش راح نقيدو ونوفروا الآليات اللي تخليه ما يغلطش ويتراقب. ولكن عندنا خليني نقول لك في ثانيتين الدستور الحالي
هي لا يوفر هذه الآليات. هذا الدستور فيه اختلالات، أنا جاي لها لازم نصحح الاختلالات اللي في الدستور. ولازم نأكد على الفصل بين السلطات، لأن درك احنا يا رئيس الجمهورية عنده صلاحية تعملك. هو القاضي الأول، هو اللي كده عنده السلطات التشريعية يتحكم فيها عن طريق الثلث الرئاسي المعين، يعني راهو مالك يعني. صحيح. واحد ما يقدر يحاسبه، واحد ما يقدر يحاكمه. احنا قلنا نبداو حتى استاذ اعطيتني فرصه بل حتى المحكمه الدستوريه إيه؟ المحكمه الدستوريه إيه؟ الوارده في الدستور إيه؟ والتي وعد بوتفليقه إيه؟ بتسمى اطلاق سراحها إيه؟ مازال تحبر على ورق الدستور. وحتى الا كان يعين رئيس مجلس الدستور، يعني اختلالات كبيره. انا نقترح في المرحله الجايه باش ما نوقعوش في نفس المطبات، انه اول حاجه نعدلوا الدستور، نديروا الفصل بين السلطات، ونحدوا من صلاحيات رئيس الجمهورية، هذا اللي هي صلاحيات ملكية. ولكن قبل ذلك فريد، كيفاش تشوف انت الحل اليوم؟ هل الانتخابات في 4 جويلية؟ لا شوف، اللي يقول الانتخابات في 4 جويلية هذا يحوس يدخل البلاد في نفق مظلم، يعني مستحيل. طيب هل انت مستحيل. مع مرحلة انتقالية غير ما معروف؟ لا، مرحلة انتقالية تكون قصيرة محددة لا تتجاوز سنة. وانا ضد ثاني المجلس التأسيسي هذا اللي يفتح علينا ابواب اخرى، رغم انه استاذ لا مشاحة في الاختلاف. الناس اللي انا رايي طبعا. انا شوف، انا مع مرحله انتقاليه تكون مركزه وتكون قصيره المدى، ما تتجاوز السنه. كي يشرف عليها سواء شخص ولا هيئه رئاسيه، تحد من الاختلالات الموجوده في الدستور، تحد منها. الا كان درك رايح نديروا انتخابات رئاسيه، لازم نعدلوا الدستور ونقصوا صلاحيه رئيس الجمهوريه قبل الذهاب للانتخابات الرئاسيه. والا الا كان شافت هذه الهيئه الرئاسيه ولا هذا رئيس المرحله المؤقته انه يبدا بانتخابات تشريعيه وبلديه، راح يكون احسن، ممكن يكون بناء افقي للدوله يعني. ولكن فريد، ولكن نبقاو بدون رئيس حتى لهذه المرحله هذه؟ هو عندنا 7 سنين وحنا بدون رئيس، واش ترى؟ وكاين قوى غير دستوريه مختطفه في الخاتم وكانت تخدم ضد البلاد، وهذا واش كشفتوا المؤسسه العسكريه مؤخرا. يعني واش راح يصرى كي نقعدوا سنتين بدون رئيس؟ ما راح يصرى والو. انا رايي ما راح يصرى. انا ثاني رايي ما يصرى والو. وفيما يخص المسؤوليه في المرحله القادمه، انا اعتقد انه الانسان اللي ما يكونش جاي باش يخدم ما راحش يزيد يقرب لها، لانه الشعب ولا يعرف واش راه يعمل، ويعرف شكون اللي يخدمه وشكون اللي ما يخدموش، وشكون اللي يخدم معاه ولا شكون اللي يخدم ضده. والشعب هذا راه ما ينساش، يعني راه ما ينساش. بمعنى في تقديرك انت الاستاذ فريد، بانه اليوم وكما يقولوا لحسن الحظ يعني في هذا الوطن، في هذه البلاد، الرقابة الوحيدة التي بقت حية هي رقابة ضمائر الجزائريين، هي الرقابة الشعبية. هل في تقديرك أنه هذا الرقابة، أنا سقسيت الأستاذ برضوان، قلت له هل تشوف بأنه الرئيس اللي راح يجي من بعد ممكن يدير كما دار بوتفليقة، ولا يعني الذي يعني خصص رئاسة الجمهورية، خصص المنصب وخصص حتى الوطن؟ هل تشوف بأنه هذه الرقابة هذه ممكن تولي لا الرقابة لازم تفعل. احنا درك عندنا مجتمع واعي، وعندنا شريحة كبيرة من الشباب أصبحت تمارس هذه الرقابة وعاد تعمل المسؤولية. انا عندي ولدي في عمره 22 سنه، وعندي بنت تدرس طب اسنان، كانت ما عندهاش علاقه بالعمل السياسي. هذا المره هذه عادوا يتبعوا الامور بشكل دقيق، ندخل يقولوا لي الماده 2، الماده 7، الماده 28، يعني كاين وعي. وزادوا هيكلوا نفوسهم في اطار في الكليه تاع الطب، هذيك قاعد يتلاقاو ويتناقشوا في الامور وفي الدستور. يعني المجتمع لازم يهيكل روحه، اما الاحزاب الكلاسيكيه وكذا اللي كانت عندها يعني تقريب كل، يعني انا بالنسبه لي مش احزاب الولاء اللي تحمل المسؤوليه وحدها، فلا حتى الاحزاب هذه اللي كانت معارضه وكاين شبه احزاب وكاين ما كانش متابعه، وزاره الداخليه تعطيه الاعتماد تاع الحزب ما تتابعوش، يفوتوا 5 سنين ما يديرش المؤتمر، ما تحوش عليه، يريح 7 سنين 8 سنين يدير واش يحب، المهم ما يخلطش فيه. هل تشوف استاذ فريد كاين تسيب؟ لازم هذه الامور كل وضعوا لها الاطر اللي تضبطها، يعني باش نحافظوا على استاذ فريد. هل انت عندك تجربه حزبيه، هل تشوف بانه الخارطه السياسيه في القريب العاجل راح تتغير في الجزائر؟ طبعا
طبعا طبعا لان هو الدليل انه يعني شباب الحراك ما عادش يقبل هذه الحزاب الكلاسيكيه، وين يلقاهم يعيط عليهم يعني يعرف صبرهم شركاء، لانه هو يشوفه في البرلمان وهو يقول البرلمان راه مزور والبرلمان تاع القادنا والبرلمان اللي وقف ضد الاستعمار تجريم الاستعمار، هذا البرلمان اللي يوقف ضد الضريبه على الثروه، يعني كل القضايا اللي تمس مصالح الشعب في قضية تجريم الاستعمار هذه أتذكرها إحقاقا للحق. النائب الذي قدم المقترح من جبهة التحرير الوطني ومن ولاية شلف طبعًا. والحزب الذي منع مرور هذا القانون هو حزب جبهة التحرير الوطني اللي كانت عنده الأغلبية، جبهة التحرير فيها معناها ماشي الأحزاب الأخرى، يعني شوف جبهة التحرير فيها ناس مخلصين، احنا ما رايحش نحطوا ناس في شكارة واحدة، وعندنا أصدقاء وكانوا معنا في المجلس الشعبي الولاية العاصمة ودكاترة ولاباس بهم، ولكن للأسف مهمشينهم يعني نعم. أنا ما يهمنيش شأن حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن الكفاءات مهمشة يعني كفاءات مهمشة وممكن في كل الأحزاب هذه الظاهرة. ما عنديش كثير من الوقت نعم. تفضل نعم. لا باش نثمن كلمة أخيرة شوف باش نتمن مرحلة انتقالية نعم. فيه كفاءات نعم. فيه رجال معترف بنزاهتهم في الوطن، الماضي تاعهم نظيف ونقي نعم. وماش متشبتين لا بسلطان لا بأي كذا، دائما نعطيو أسماء كاين في الشرق وفي الغرب في الوسط وفي الجنوب نعم. لازم ندير لهم فيهم ثقة، نخليهم يمروا هذه المرحلة هذه ويحاطون بكفاءات نعم. وقادرين كاين كفاءات في الوطن حتى في الشباب، يعني رحنا للجامعات وشاركنا في المنتقيات والله انبهرنا نعم. صرنا قدرات مغمورة في الجامعات وفي خارج الوطن كذلك صحيح. بعد المرحلة هذه نقطة مهمة، وربما التجربة الفرنسية الآن تكون بالنسبة لي منبه، من المجتمع الجزائري لازم يعاوش يرجع للنوم، يبقى يقظ يفهم كيف ما يحمي مصالحه غير هو، ايا كان الرئيس وايا كانت الظروف الماليه والاقتصاديه الى غير ذلك، لازم يحمي ظروفه، لان شوف فرنسا مع قدراتها مع النصوص الكذا جات عصابه تخدم المصالح الماليه العالميه فارغمت الشعب ككل ووصلت في واحد الواد لا يريده فقراته، يعني لازم احنا نبقى باللي هذه الهبه هذه بقات هذه تبقى حيه والضمير يبقى حي ويبقى الناس فاطنين وعاسين على صوالحهم ونستثمروا فيها هذه نعم. لانها يعني ما رايحش لازم تبقى هذا ما تنتهي لا في ماي ولا في جوان ولا في 1920 لازم تبقى حيه طالب الحراك كله. نتمنى ذلك. أشكرك أستاذ برضوان محمد بروفيسور وطبيب وأكاديمي، كما أشكر الأستاذ فريد محروق ناشط سياسي. مشاهدينا الكرام نشكركم كذلك لاستضافتكم لنا في هذه الأمسية في بيوتكم، نتمنى أن نلتقي معكم عن قريب، إلى ذلك من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.